هذا هو البرنسيب. والاداره الذكيه هتاخد قوه من مجالس الاقسام يا جماعه، مش هنا كده بس، كل الاقسام. انا بيعها وزير التقدمي ولا رئيس جامعه، مع احترامنا للجميع، ده مجلس القسم بتاريخ كذا، المنعقد بتاريخ كذا، قرر كذا ووافق على كذا. مظبوط يا جماعه؟ مش مظبوط. وارحت واستراحت. فده المبدا بطبقه مع المجمع الاقسام الاكاديميه. 13 دقيقه ما شاء الله. اتصدق على حضرتك بوقت. يعني دي في الشرع تبقى صدقه؟ في الشرع تبقى صدقه؟ لا، بس انا ليبرالي بمرجعيه دينيه.